the only way to go to Jerusalem is from this area. Yeah. Now they will cut all the roads to Jerusalem, and we all will be surrounded in this wall. خطط هدفها تركيع هذا الشعب الفلسطيني، ولكن بدي أقول لهم إنه هذا الشعب ما بيركع إلا لله تعالى، ويا جبل ما يهزك ريح، وإحنا وياهم والزمن طويل. أخ أبو عمار، امبارح المحكمة العدل العليا أخذت قرار بتعديل الجدار من أجل التخفيف على فلسطين. Thank you.